السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شهي مع درساف. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم وصفة سهلة وسريعة التحضير، والأهم أنها لذيذة 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 وتحضر في دقائق بمكونات اللي هي بسيطة جدا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، غادي تعجبكم إن شاء الله إذا جربتوها. وبسم الله توكلنا على الله. غادي نحتاج اولا لهاد التحليه نصف لتر من الحليب، ملعقه كبيره مملوءه ونصف من الدقيق، جوج ملاعق كبار مملوئين جيدا من النشا، أربعة ملاعق كبار من السكر وكيبقى على حسب الذوق، جوج سكر الفاني زائد ملعقة كبيرة من الزبدة وياغورت بنكهات الفانيلا. بالنسبة اللي ما عندوش او اللي ما بغاش يدير سكر الفاني ممكن يدير نكهات الفانيلا. غادي نحيد الياغورت والزبدة غنخليهم جانبا ما غنحتاجهمش دابا. غنجيب الحليب البارد غنزيد عليه النشا والدقيق زائد سكر سنيدة وسكر الفاني او لا نكهات الفانيلا. غادي نخلطهم جيدا حتى نتاكد بانه داب ليا النشا والدقيق مع الحليب، ضروري ما نتاكد ما يبقاوش عندي الحبيبات خصوصا ديال الدقيق، نتاكد جيدا انه داب. من بعد غادي نحطها مباشره على نار هادئه مع التحريك المستمر بدون توقف، يعني كيف العاده بحال فاش كنبغي نطيب اي كريمه على النار، دائما النار اللي هي ضعيفه جدا والتحريك بدون توقف باستمرار حتى كتقل وكتبدا كتغلى. كنخليوها من بعد الغليان ثواني فقط مع التحريك باش ما كيبقاش المذاق ديال الدقيق فقط، يعني غير واحد دقيقه تقريبا من وراء الغليان صافي وغادي نطفي عليها النار. كتوصل لهذا القوام هذا او كتولي خاتره بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. من بعد كنزيد عليها الملعقه من الزبده زائد ياغورت بنكهه الفانيلا، غادي نخلطها جيدا وبسرعه لان هذه الكريمه دغيا كتجمع، نحاول نخلطها بسرعه غير كدوب ليا ديك الزبده وكينسجم ليا الياغورت مع تحليه. مباشره كنجيب كؤوس اللي كنكون موجدهم، كؤوس عاديين يعني كتختاروا نتوما واش بغيتوهم يكونوا عراض او لا ضيقين كيف درت انا، درتهم غير ضيقين، وكتحاولوا تعمروهم جيدا بهاد الكريمه وتكون يدكم خفيفه. كي قلت لكم الكريمه دغيا كتشد، حنا الغرض ديالنا اننا نكبوها في الكؤوس وهي باقا سخونه وباقا يعني مطلوقه واحد الشويه. غادي نعمر الكؤوس جيدا، نحاول ما نخليش الفراغات في الكاس باش ما يجينيش يعني في الاخير ملي نجي نقطع هاد التحليه او ملي نجي نخرجها نلقى فيها فراغات، نحاول انني نعمر كاع الفراغات في الكاس ونقاد ليها الوجه ديالها او نسرح ليها الوجه ديالها بواحد الملعقه، ونعمر الكيسه اللي عندي كاملين. تقريبا خرجت ليا 6 الكؤوس من هاد التحليه. من بعد غادي نخليها خارج الثلاجه واحد المده ديال نصف ساعه تقريبا حتى كتبرد، عاد غادي ندخلها للثلاجه لمده ديال 3 أو 4 ديال السوايع. كل ما بردت مزيان كل ما كانت سهله في الخدمه، يعني ضروري ما تبرد جيدا باش كتخرج من الكاس بكل سهوله. قبل ما ندخلها للثلاجه ضروري ما نغلفها بالفيلم اليمونتير، راكم عارفين يعني الثلاجه كيكون فيها بزاف ديال الامور باش التحليه ما تنسمش لينا، نغطيوها بالفيلم اليمونتير. انا هذه هي الطريقه اللي كندير ليه، كنسرحو فوق من بلون دو طرافاي من بعد كنقطعو مربعات بهذا الشكل، منها اقتصادي ومنها انه ما كيبقاش ليا الكاس مخربق بكميه كبيره ديال الفيلم اليمونتير. صافي غادي نغطي لهم الوجه ديالهم مزيان وغادي ندخلهم الثلاجه يبردوا على الاقل 3 ساعات كي قلت لكم او لا 4 او لا، ممكن تحضروها مثلا الصباح دغيا كتوجد وتخليوها حتى العشيه وتكملوها وتقدموها. من بعد ما كدوز واحد المده في الثلاجه وكتبرد ليا التحليه مزيان كنخرجها بكل سهوله من الكاس، فقط كنبدا كنجرها بالاصابع ديال اليد ديالي كنفكها من الكاس كي قلت لكم بكل سهوله دغيا كتفك، غيكونوا كيبانوا لكم انهم جوانب كيتفكوا غير بوحدهم، ومن بعد كنضرب واحد شويه بيديه وكتخرج بكل سهوله. صراحه ما كتوحلكمش نهائيا، الا بردت مزيان كتفك من الكاس وكتخرج غير بوحدها بلا ما يعني ما تبقاو تضربوا اكثر من القياس، غير كتفكوها بصبعكم وكتخرجوها بكل سهوله. من بعد غادي نقسمها بسكين على جوج، هي راه واخا شاده فراسها كريميه كتجي كريميه، يعني نقطعها غير بشويه وغادي نحطهم. من بعد غادي نجيب شويه ديال المكسرات اي نوع او لا بسكوي مطحون
او لا لوز محمر او كوكو محمر او جوز او حتى جوز الهند الكوك. وغادي نبدا كندوز الجوانب ديال هاد التحليه فيهم، كنمرمدهم في هاد المكسرات مهرمشين كي قلت لكم على حسب. انا درت شويه ديال اللوز المحمر، لكن ديروا اي نوع ديال المكسرات او الكوك او البسكوي مطحون لكم الاختيار. كنشرح كنمرمد الجوانب ديالهم وكنستفهم. بالنسبه لواحد القضيه، بالنسبه للناس مثلا الى ما خليتوش التحليه ديالكم بردات اكثر من القياس وبانت لكم انها ما بغاتش تفك غير بوحدها، ممكن تاخذوا واحد السكين اللي يكون رقيق وكتدخلوه ما بين الكأس والتحلية، ما كتدخلوش في التحلية نهائيا، لا كتدخلوه ما بين الكأس والتحلية غير باش كتعاونوها انه تفك. هي راه كتفك بوحدها، انا وريت هذه الطريقة غير بالنسبة الى شي وحدة مثلا وحلات وشافت انه الكريمة ديالها ما باش تخرج. اما هي في العادة راه كتخرج بكل سهولة كي شفتو معايا في الاول ديال الفيديو. صافي غنستمر بنفس الطريقه، كنقطع دائما على جوج بالتساوي وكنبدا كنمرمد الجوانب مزيان في هذاك المكسرات. من بعد كنستفهم في طبق التقديم. غادي ناخذ شويه ديال صوص شوكولاته او لا شوكولاته الدهن اللي غادي ندوبها، او لا ممكن تذوبوا غير الشوكولاته العادي تخلطوا معاه شويه ديال داني الشوكولا وكيولي عندكم صلصه ديال الشوكولاته او بديل الكراش. من بعد كديروا خطوط بشكل عشوائي كيف درت، او لا ممكن ديروا يعني دهنوا الوجه ديالها كامل بالشوكولاط لكم الاختيار. انا اختاريت ندير غير خطوط بهذا الشكل هذا، وواحد شويه ديال اللوز عندي منسم بالبيستاش كتزيين. من طبيعه الحال دائما التزيين كيبقى غير اختياري، الاساس عندنا في هاد المكونات ديال التحليه هما الاساس ديالها، ما تبقى كيبقى غير اختياري لكم. ممكن ديروا من الفوق شويه ديال الشوكولا فيغميسيل او لا غير شويه ديال المكسرات نيت عاديين، وكتجي الشكل ديالها كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. صراحه الشكل ديالهم غزال، كيجيو رائعين وحلوين في المنظر ديالهم، والمذاق ولا اروع، المذاق ديالهم بنين 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 بزاف. داك الياغورت اللي كنزيدو وداك نكهه الفانيلا كتجي باينه مزيان، وكتجي واخا كيشتو معايا واقفه وشاده فراسها الا انها كتجي كريميه وكريميه ناعمه جدا جدا، يعني مذاق ديالها والقوام ديالها ممتازين ورائعين، وكيشتو راه دغيا كتوجد. جربوهم بدون تردد ان شاء الله غادي يعجبكم. ونتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساونيش باللايكات الى عجبكم الفيديو. من طبيعه الحال الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وشاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. خليتكم على خير، نشوفكم من بعد ان شاء الله، وباذن الله الى اللقاء.